السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، وين سيتم يعني اجراء يعني غدا ان شاء الله ديزنيف سيتم اليوم سيتم على الاعلان يعني اجراء تصفيات القرعه تاع تصفيات كاس امم افريقيا بالكوت ديفوار في 2023. تما كيما هكا باقي عام وشهرين، ومازال البعض لما تنتقد كي نحضروا حنايا على اداء تاع اللعاب فات وقته وتراجع مستواه، يقول لك انتوما نكارين خير وال يعني يقول لك نكارين خير، وما تنساش بلي هادو جابوا لكم لا كوا. انتوما راكم شوف كنتو تهضروا، كنا بكري مش كنا انتوما كنتو تهضروا في بالشيخ ما جددتوما، راكم تهضروا على 82 انتوما راكم كيما هما. انا قلت لكم انتوما في اليوتيوب ولا في الفيسبوك اكبر خبثاء من الصحافه، من القنوات، من اللعابه اللي راكم تعايروا فيهم قدم. انت راك جبد لي 2019، وقت 2019 راحت، وقت جات 2022 جات موراها كوب دي موند، ورانا اليميني في زوج، واحده خرجنا منها خرجت البعير، واحده منها خرجت الكلاب. مالك في الكاميرون خرجت البعير، وفي البليده خرجت الكلاب، خرجونا خرجت الكلاب. تاكل من يجي بيت مطعم حد تقول تقعيته ويقلع، يخلي ديك ويقلع كيما هكا. انا قلت لكم خرجت الكلاب، خرجت عليه، نعرف هذه اللي نقولها لكم مثالي كاع. ويقول لكم جابوا لكم كاس افريقيا، يا ودي كاس افريقيا رجاله تشريع عندهم عندك حديده، وقلت لكم بلي هادو يدير لك كيما هكا. هادو كانوا على قلت لكم هذيك لاكوب حاطينها فوق فواهه تاع بركان، هذا مكان فوق فواهه تاع بركان يقارع لك غير تهدر يدير لك وي جاب لك كاس افريقيا، ومن بعد جاب لي كاس افريقيا باهي خلد ول، ومن بعد شيخدم موراها شيخدم. هذيك كاس افريقيا جابوها الرجاله عامل تاع ديزون بلاتفورم اللي كانوا دايرين الرجاله، كان دايرها السيد الحاج محمد راوراو، لو كان تهضروا الحقيقه يا المنافقين الحق. ما بالشيخ مي قال لكم ما هضروا الصح راكم صايمين يا واد المنافقين، هضروا الصح يا واد المنافقين. ديزون ماشي تاعو ديك ليكيب، ومشي صابها واجده، والله ما قال لك. شوف نقول لكم ونعاودها لكم، لو كان هذا ماجر كون قلب يعني فمو ما انتقدش في 2014 2015 2016 2017، ما انتقدش هذا الجيل تاع محرز، ما انتقدهمش، ما انتقدش في غولي في الضربه ومبول حيماضي، وكم انتقدهمش. اقسم لكم بالله العلي العظيم يا باجر لا كان يجيب كاس افريقيا كمدرب، والله العظيم اعطيك نوفيسيال جاب الماضي هذا، جا طاك 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 طاك، عرف كيفاش يموتيفي يهضر مع اللعابه، كانوا باغيين باش يهضروا، كانوا باغيين مع اللعابه، كانوا باغيين. زيدكم حاجه، نقطه مهمه، طوطال الدوله الجزائريه بن صالح ربي يرحمه، مع القايد صالح ربي يرحمه، مع الحاج محمد الله يطول في عمره، مع حامد احمد، علاه كانوا يعايروا في حامد احمد؟ علاه يا جماعه علاه كانوا يعايروا في حامد احمد؟ على تمناو الحبس لحامد احمد. حامد احمد كان يجي يدير الفاكونس تاعو هنا في الجزائر، حامد احمد ولادو مازالو لليوم يقراو هنايا، حامد احمد كان يدير عمليه جراحيه هنا في الجزائر. هذه نقولها لكم باش تعرفوا على جابوها مول حامد احمد. حنا جميع لي صديق تاع الجزائر كانوا يعايروه، كاع اصدقاء تاع الجزائر ولاو يعايروا فيهم. كيف انت تجيب كوب مع رئيس اتحاديه تجيب كاس افريقيا، وانت رئيس اتحاديه تجيب كاس افريقيا مع حامد احمد، وتخرج تعايرو وتقول له فاسد؟ كيفاه؟ خدش عليه خسر لكم مشروع تاع امكم في فرنسا تاع 2017، مشروع اللي كانوا يقراو فيه من 2009
مشروع هذا يقراو فيه كيفاش يدخل اليأس في الشعب الجزائري، كيفاش يتوشي الشعب الجزائري يبغي كرة القدم، توشي له كرة القدم، هودلو النيبو تاع كرة القدم. هنا في البطولة راهم ناجحين، البطولة الجزائرية راهم ناجحين، زادوا دروك راهم في ليكيب ناسيونال، دروك راهم يبيكو في ليكيب ناسيونال، البطولة الجزائرية نجحوا، ما كاش الناجح في البطولة الجزائرية، دايرين هذو مخلفات تاع حداد، لازم تتفهموها، لازم تتفهموها. هذو مخلفات تحدد. حتى هذا المدرب تاع المنتخب الوطني الجزائري، حتى واش راه صاري في المنتخب الوطني الجزائري، كل مخلفات تحدد وكل مسطر وكل يعني نقطه بنقطه نقطه بنقطه. دروك شتا بيقول لك؟ بيقول لك لا هذا جمع بالماضي اللي قالوا ناس اقوياء يخدموا معاه في لا، هو قبل هذو، هو قبل، وكاين ناس اللي راهم يجروا باش يخلوا هذا جمع بالماضي في يخدموا على ارواحهم، كاين كاع راهم موراه على بالي ونعرف. وين نعاود نولو وين مي تهدر معاه يقول لك باللي يا ودي هادو جابوا لكم كاس افريقيا، مشكورين على كل ما قدموه، لكن لتراجع مستواه لازم بديل. الناس يقولوا شوفوا تراجع المستوى، لازم بديل. منذ كان 2019 وين جازت كاس افريقيا اخرى تاع 2022 ورانا وين وصلنا ورانا في التصفيات تاع كاس افريقيا اخرى. يعني شوف كاس كوب دافريك 2019 2020 ورانا في تصفيات كاس افريقيا اخرى. يعني وزيد باش نزيدو نتكلمو، يعني وين صح كاس افريقيا وزيد بالاضافه كاس العالم اللي أقصينا منه، هذه باش يكون على بالكم. علاه نبقاو نتغناو على الماضي وننساو العمل على المستقبل؟ نفس القصص جيل 2082 راهم يعاودونا فيها، نتوما راكم تعاودونا فيها. بقينا نغنوا على الماضي حتى لقينا روحنا من أضعف المنتخبات ونحلم بالتأهل لكأس إفريقيا فقط. واو لله، تعقلوا ليها ما تعقلوش ليها؟ اين هنايا 2006 2008 ما كاليفيناش كوب دافريك، باش يكون على بالكم. اي لاعب او مدرب او مسير في الاتحاديه هو مجرد موظف كباقي العمال، عمله هو اللي وين العمل تاعو هو اللي يتحدث عليه وليس ماضيه. المانيا فازت بكاس العالم 2014 ولما تراجع منتخبها بعد ذلك قاموا بتغييرات وهم يفكرون في المستقبل. زومبيا فازت بكاس افريقيا، هل قالوا عن يعني عمدنا عندنا بيكان باور يعني بالعملي ومولير بونجاح وبليلي وبالاك بليلي، لا هم يعلمون الوقت هنا هذاك المجموعه من اللي جابت كاس يعني وين مضخومه بزاف يعني ضخموها يعني لم يضخموا اي لاعب زومبيا هذه. جلب افضل مواهب، استمرار المنتخب وتطويره، مشي نظلوا نغنوا على الماضي رغم ان لحد الان قلوبنا تتوجع، لكن ما فكرنا اننا لم نتاهل لكاس العالم. لقد من يقدم هو مشكور ومستحق التكريم، والذي لم يعد يستطيع تقديم الاضافه فأي مشكور يعني نجلبوا يعني لازم نجيبوا لاعبين اللي يقدموا الاضافه. يعني ما دروك حنايا الى نقعدوا نتبعوا في سياسه التحار، سياسه التحار غادي تسيب لاعبين. يعني قلت لكم، قلتها لكم في 2019 نهار اللي عرفت بالمشروع الخبيث اللي قلعوا فيه، وين قلت لكم باللي يا جماعه غادي منا على 3 سنين 4 سنين غادي تشوفوا لعابه اللي راحوا لاوروبا منا من البطوله الجزائريه المستوى تاعهم محدوده، كي يوصل لك 60% 50% يحبس. قلت لكم غادي يروحوا منا لاوروبا ومن بعد يقول لك انا نجيبوه في المحترفين، وعقلوا عليها مليح. غادي تشوفوا لعابه يعني من الخليج من تونس من اوروبا، اوروبا بطولات ضعيفه غادي تشوفوه. وهنا رانا احنا رانا تحت الارض، الرجاله لعبت كوب دافريك ومن بعد لعبت فينال كوب دافريك ومن بعد وصلوا فينال داوها
وضروك راهم رايحين كوب دي مون وراهم يوجدوا الكاليفيكاسيون كوب دافريك تاع باقي لها عام وشهرين وحنايا وحنا ما زلنا نهضروا 2019 اي ما تنساش 35 مباراه خمس غادي يولي يجي شهر يدخل شهر يولي يدخل ويخرج